أهلا بيكم في مجلة الحياة. قالوا زمان محدش بياخد كل حاجة في الدنيا، بس بطلة قصتنا النهاردة أخدت كل حاجة، المال والجمال وكمان السلطة. هي الأميرة فوزية بنت الملك فؤاد الأول وأخت الملك فاروق. اتقال عنها يا بختها أجمل واحدة في إخواتها، واتولدت في بقها معلقة ذهب ومحدش يقدر يكسر كلمتها، وقبل ما تحلم بالحاجة بتجيلها واتجوزت جوازة من اللي هما، وبقت أميرة مصر وإمبراطورة إيران. لكنها في النهاية دفعت تمن كل ده، ولأن جمالها ما كانش عادي فكان الكل بيحب يتغزل في جمالها. فقال عنها شارلي ديجول في مذكراته إنها المرأة التي ترك الرب توقيعه عليها. تشيرشل قال عنها شقيقة الملك فاروق فوزية امتلكت جمال نادر وغامض كأنها منحوتة، وغيرهم كتير اتكلموا عن جمالها. تعالوا نشوف قصة ملكة الجمال الأميرة الحزينة. اتولدت الأميرة فوزية يوم 5 نوفمبر سنة 1921، وأول لما شافها ولدها الملك فؤاد الأول ووالدتها الملكة نازلي انبهروا بجمالها وطاروا من الفرحة، وهي كانت رقم 2 في أولادهم. وكان جدها لوالدها هو محمد علي باشا اللي حكم مصر ما بين سنة 1805 لسنة 1848، وورثت جمالها الأوروبي من واحد من أجدادها لوالدتها الملكة نازلي اللي كان ضابط فرنسي وخدم صفوفه في الجيش مع نابليون. وسافرت سويسرا علشان تتعلم، وفعلا كانت بتتكلم اللغة الفرنسية والإنجليزية بطلاقة. وبمجرد لما خلصت دراستها في أوروبا رجعت مرة تانية للقاهرة، ولكن للأسف كانت محبوسة في القصر الملكي بعد لما كانت بتدرس في أوروبا وعاشت فترة كبيرة هناك، واضطرت تلتزم بالعادات والتقاليد المصرية اللي كانت صعبة عليها جدا لأنها طبعا ما كانتش متعودة على كده. وبقى خروجها من القصر الملكي علشان بس تتمشى بره شبه مستحيل، ولازم يكون معاها حد من الخدم، وكان نفسها تخرج بأي طريقة من الحبسة، لحد ما تقدم لها ولي العهد الإيراني محمد رضا بهلوي اللي أول لما شافها وقع في غرامها وقال مستحيل أسيب ملكة الجمال دي لحد غيري، ولأن كان نفسها تتخلص من اللي هي فيه وافقت على طول، وعمل لها فرح أسطوري من اللي بيجوا في أفلام الكرتون، ولأنها مش زي أي حد اتعمل لها فرحين، واحد في القاهرة والتاني في إيران. وبعد جوازهم كان وشها حلو عليه، فتم تتويجه كشاه لإيران، وتولى الحكم بعد نفي والده الشاه رضا بهلوي لجنوب أفريقيا بعد الغزو البريطاني الروسي لإيران سنة 1941. وبعدها اتولدت بنتهم الأميرة شاهيناز، وعاشت فوزية مع جوزها في إيران حياة كلها طرف وشهرة، وكمان كانت صورها بتنزل على غلاف المجلات الأوروبية. لكن كل ده ما كانش عاجب الأميرة فوزية وما كانتش سعيدة. هي اتجوزت علشان تهرب من حبستها في القصر في القاهرة، لقيت نفسها محبوسة كمان في قصر في إيران، مش عارفة تخرج تتمشى زي أي شخص عادي. فقررت إنها تتمرد على الوضع ده وطلبت الطلاق سنة 1945، ولكن تم الطلاق الرسمي يوم 16 أكتوبر سنة 1948، ورجعت مرة تانية للقاهرة مع بنتها شاهناز اللي كان عندها 8 سنين. وفي الوقت ده كان أخوها الملك فاروق على عرش مصر، وكان طلاق الأميرة فوزية بالطريقة دي حاجة نادرة في الشرق، لأن ما حصلش قبل كده زوجة تتخلى عن لقبها الملكي وتتطلع لأي سبب، فكان لازم مصر تقول إيه هو سبب الطلاق، إلا أكيد مش هتقول إن الأميرة كانت محبوسة مش عارفة تخرج براحتها. وفعلا فكروا أعلنوا إن السبب الأساسي للطلاق هو المخاطر الصحية اللي بتهدد الأميرة المصرية بسبب المناخ الفارسي، وبسبب انفصالهم حصلت أزمة سياسية بين القاهرة وطهران وصلت لقطع العلاقات بين مصر وإيران. كل ده حصل علشان الأميرة ما كانتش بتخرج. وبعدها اتجوزت الأميرة الجميلة فوزية من العقيد إسماعيل شيرين آخر وزير حربية وبحرية لمصر في العصر الملكي، وخلفت منه بنت اسمها نادية وولد اسمه حسين. وبعد ثورة 23 يوليو قررت تعيش في اسكندرية، بالتحديد في سموحة، والأول مرة في حياتها تحس بالسلام والاستقرار مع عيلتها. ومرت السنين لحد ما كبرت بنتهم نادية، وفي يوم وهي بتزور صاحبتها شافها الفنان يوسف شعبان، وفي أقوال بتقول إنهم اتقابلوا في بلاتو واحد من الأفلام، وغيرهم بيقول إنهم اتقابلوا في عيد ميلاد، وبمجرد لما شافوا بعض اشتعلت حرارة الحب في قلوبهم وقرروا يتجوزوا. لكن الإمبراطورة فوزية والعقيد إسماعيل رفضوا الفكرة من الأساس، والسبب إن الفنان يوسف شعبان كان متجوز من الفنانة ليلى طاهر وطلقها 3 مرات في خلال سنتين من جوازهم. لكن مع إصرار بنتهم نادية وافقوا، ولأن الأهل دايماً بيكونوا عارفين انتهت قصة حبهم بسرعة جداً، لأن ما قدرتش بنت العيلة المالكة تعيش حياة الفنانين، ورجعت نادية مرة تانية تعيش مع والدتها في اسكندرية. وفي يوم 2 يوليو سنة 2013 توفت جميلة الجميلات إمبراطورة إيران السابقة وهي عندها 91 سنة، وكانت جنازتها متواضعة جدا، خرجت من مسجد السيدة نفيسة ودفنت جنب زوجها إسماعيل شيرين اللي توفى سنة 1994. بكده تكون قصتنا انتهت. شاركونا برأيكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة وحكاية جديدة مع مجلة الحياة.